الحلقات السابقة شاهدنا عدة تشكيلات للسايكلوهكسان، ومن واضح أن السايكلوهكسان هو حلقة واحدة، إذا سيكون مركب أحادي الحلقة مونوسايكلو. وطريقة مقياس أيو بايك في تحديد عدد الحلقات لدينا عن طريق كم عدد القطوعات اللازمة لعمل سلسلة مفتوحة للألكان، وإذا عملت أو عملتم قطع بين هذين الكربونين لدينا سلسلة ألكان مفتوحة، واستلزم هذا قطع واحد لعمل هذا. إذا من الواضح أن السايكلوهكسان هو أحادي الحلقة. ماذا لو كان لدينا حلقة سايكلوهكسان ومن ثم لدينا حلقة أخرى مدمجة بها هكذا؟ من الواضح هنا حلقتين، إذا هذا مركب مزدوج الحلقة باي سايكلو كومباوند. وإذا استخدمنا طريقة أيو بايك لإيجاد عدد الحلقات لدينا، سيكون هناك قطع واحد هنا وقطع هنا، والآن لدينا سلسلة ألكان مفتوحة. إذا احتاجنا قطعين لعمل هذا، لذا نصنف هذا أنه مزدوج الحلقات باي سايكل كومباوند. إذا هذا مركب بسيط وسهل، لكن لتطبيق هذا على المركبات المعقدة يجب معرفة قاعدة أيو باك لإيجاد كم عدد الحلقات لدينا. لنرسم جزيء آخر هنا ونبين بعض التفاصيل عليه. لدينا حلقة سايكلوهكسان، ومن ثم لدينا حلقة أخرى مدمجة بها هكذا. الآن الكربونات المتشاركة في كلتا هاتين الحلقتين، إذا هذا الكربون وهذا الكربون، تسمى كربونات الجسر بريدج هيد كاربونز، أو كربونات العبور بريدج هيد كاربونز. وعند ترقيم المركب الثنائي الحلقة سنبدأ عند كربونات الجسر، ومن ثم نرقم أطول مسار، ومن ثم ثاني أطول مسار، ومن ثم أقصر مسار. إذا لنعمل هذا، لنبدأ مع كربون الجسر في الأعلى، سنجعل هذا رقم واحد، ومن ثم سنرقم أطول مسار. إذا أطول مسار سيكون في اليسار، 1 2 3 4 5 6. والآن ثاني أطول مسار يمكن المتابعة ليكون 7 و8، بما أن هذا ثاني أطول مسار. وثالث مسار أو أقصر مسار هو بالعادة يكون بين كربونات الجسر، ولا يوجد هناك كربونات بين كربونات الجسر. إذا انتهينا من الترقيم على هذا المركب. والصيغة العامة لتسمية مركب مزدوج الحلقة باي سايكلو كومباوند، وقلنا من قبل أن هذا مركب ثنائي الحلقة باي سايكلو كومباوند، إذا سيكون باي سايكلو هنا، ومن ثم بين الأقواس سنضع عدد الكربونات في أطول مسار ما عدا كربون الجسر، والذي سأمثله هنا بإكس، ومن ثم واي عدد الكربونات للمسار الثاني الأطول ما عدا كربون العبور أو الجسر، ومن ثم زي هي الأقصر الكربونات في المسار الأقصر ما عدا كربون العبور أو الجسر، ومن ثم ننهي كل شيء بالألكان. إذا كم عدد الكربونات في هذا الجزيء؟ إذا هذا المثال لنحاول تسميته. حددنا من قبل أنه مركب مزدوج الحلقة باي سايكلو، سأكتب باي سايكلو هنا. ومرة أخرى إكس هي عدد الكربونات في أطول مسار ما عدا كربون العبور أو الجسر، إذا نحدد أطول مسار وهو على اليسار هنا، وسنتجاهل كربون الجسر. كم عدد الكربونات هنا؟ 1 2 3 4 5. إذا سنضع 4 هنا. أما واي هي عدد الكربونات في ثاني أطول مسار، هذا المسار هو هنا، لدينا هذا الكربون وهذا الكربون ما عدا كربونات العبور أو الجسر، إذا هناك اثنان. ومن ثم أقصر مسار وهو عدد الكربونات، وهو عدد الكربونات بين كربونات العبور أو الجسر، وهناك 0 كربون بين جسر الكربونات. إذا كان هناك 0 كربون، وهذا يعني أن كربونات الجسر مترابطة مع بعضها، ويمكن رؤية هذا في صيغة هنا. في النهاية كم عدد الكربونات الكلية؟ هناك ثمانية، وهذا يعني أنه أكتان، 8 إلكترونات، أو آسف كربونات. الاسم النهائي لهذا الجزيء هو بايسايكلو 4 2 0 أكتان. لنقوم بمثال آخر ونتبع الصيغة العامة هنا لتسمية مركب البايسايكلو ثنائي الحلقة. لدينا حلقة سايكلو هكسان، و لنجعل هذا كربون العبور أو الجسر، وسنضع كربون بين كربونات الجسر هكذا. هذا نوعا ما صعب عندما يكون مرسوم بهذا الشكل، في العادة يكون مرسوم بشكل مختلف، إذا صعب للرؤية. في العادة يكون مرسوم
بشكل ثلاثي الأبعاد، وعلى أمل أنه يمكن عمل هذا هنا. إذن سيبدو هكذا. حسنا، نجد كربونات العبور أو الجسر. هنا نعلم أن هذا كربون الجسر وهذا كربون الجسر، وهذا متعامد مع هذين الكربونين هنا. وكم عدد القطوعات يلزمنا لنحول هذا إلى سلسلة ألكان مفتوحة؟ حسنا، ننظر إلى الرسمة على اليسار. إذا قطعنا هنا وهنا نرى أنه هو الآن سلسلة مركب مفتوحة. إذا لدينا قطعان، إذا هو باي سايكلو. لنضع هذه الروابط مرة أخرى هنا. إذا مركب باي سايكلو ثنائي الحلقة، إذا لنبدأ بتسميته كمركب ثنائي الحلقة. إذا هذا باي سايكلو نريد أن نرقمه. إذا لنبدأ مع كربون العبور أو كربون الجسر. إذا سنبدأ عند هذا الكربون ونجد أطول مسار، 1 2، لا يهم إذا سرنا يمينا أو يسارا بما أن لدينا نفس الطول من الجهتين. إذا 1 2 3 4. أما المسار الثاني الأطول، إذا نتابع السير بهذا الشكل. إذا 5 و6، ومن ثم أقصر مسار وهو الذي موجود بين كربونات الجسر. وهنا لدينا كربون، إذا سيكون لدينا 7. إذا 7 كربونات للكلية. وعند تسمية هذا يجب وضع الأقواس هنا، ونضع عدد الكربونات في أطول مسار ما عدا كربون الجسر أو العبور. إذا كم عدد الكربونات في أطول مسار ما عدا كربونات العبور؟ إذا 1 2، إذا سأضع 2 هنا، 2 هنا. ومن ثم نريد ثاني أطول مسار وهو على هذا الجانب، وهو أيضا من ذرتي كربون وهو نفس الأول. إذا هو 2 2. ومن ثم أقصر مسار، كم عدد الكربونات في أقصر مسار بدون كربونات العبور؟ هناك 1 1 هنا. إذا لدينا باي سايكلو، من ثم العدد الكلي من الكربونات هو 7. إذا هذا باي سايكلو 2 2 1 بهبتان سيكون الاسم الرسمي حسب الأيوباك، حسب الأيوباك الأيوباك لهذا الجزيء. هذا الجزيء موجود كثيرا في الطبيعة. إذا لديه اسم شائع يسمى أيضا نور بورين. إذا هو موجود بكثرة في الطبيعة. حسنا، لنقوم بمثال آخر هنا، ولنجعل هذا مشابه لجزيء النور بورين. إذا هذا سيكون أو نور نور بورين إذا هذا سيكون هذا شيء ك... شيء لدينا شيء كهذا. حسنا، بالتأكيد أن من صعب رسم هذا الجزيء هنا. لنضع تفرع معين على هذا الجزيء. إذا سأحاول رسم نفس الجزيء هنا، وسننظر إلى كلا الطرفين أو الطريقتين لترقيمه، ونرى أي منهما يكون صحيح. إذا هنا لدينا نفس الجزيء على كلا الجانبين، لنرى كيف يمكن فعل هذا. إذا في البداية لنجد كربونات الجسر أو العبور. إذا هنا كربونات العبور. الآن عند البدء بالترقيم يمكن اختيار أي من هذه الكربونات العبور أو الجسر. إذا حددنا كربون الجسر على هذا، حسنا يمكن البدء بالترقيم مع أي من هذه لتكون رقم 1. إذا هذا رقم 1، ومن ثم نسير إلى المسار الأطول. إذا سنسير لليمين. إذا سيعطينا 2 هنا لهذا الكربون، و3 لهذا الكربون، و4 لهذا الكربون، و5 لهذا الكربون. من ثم ثاني أطول مسار سنتابع السير، سنجعل هذا 6 وهذا 7. ومن ثم نبحث عن المسار الأقصر وهو هنا في الأعلى. إذا هذا سيكون الكربون الثامن الكلي للاسم الأصلي على الصيغة البنائية. على اليسار لدينا بالضبط نفس الصيغة. هذه المرة سنبدأ بكربون العبور العكسي. إذا سنبدأ مع هذا الكربون ونتبع نفس القاعدة، حيث أطول مسار سنبدأ من اليسار هنا، حيث هنا 1. إذا 2 3 4 5 و6 7، ومن ثم 8. إذا أي من هذه الأنظمة المرقمة هي الصحيحة؟ تذكروا، هدفنا الحصول على أقل عدد أرقام ممكن للتفرع الذي لدينا.
وإذا نظرنا على المثال في اليمين، لدينا مجموعة مثل في الموقع الثامن، وأيضا في الموقع الثامن المثال على اليسار لديه مجموعة مثل في الموقع السادس ومجموعة مثل في الموقع الثامن، بما أننا نريد أقل رقم ممكن للتفرع في الأول في السابع وفي الثامن، وليس في الثامن مرتين، إذا في السابع وفي الثامن، لذا لن نقوم بتلقيمه كما في اليمين، وسنستخدم المثال الأيسر. لذا لنبدأ بتسميته، نعلم مسبقا أن هذا مركب باي سايكلو ثنائي الحلقة، ولدينا مجموعتين مثل، واحدة على الموقع السادس واحدة على الموقع الثامن. نبدأ بالقول 6.8 داي مثل ثنائي المثل، ومن ثم نعلم أنه مركب باي سايكلو، لذا نكتب ذلك باي سايكلو. ومن ثم في الأقواس سنضع الكربونات الأطول أو في السلسلة الأطول، في الأطول مسارا. إذا أطول مسار هو على اليمين هنا. كم عدد الكربونات في أطول مسار؟ هناك ثلاثة كربونات ما عدا كربون الجسر، ومن ثم ثاني أطول مسار ما عدا كربونات العبور أو الجسر، هناك اثنان هنا، إذا نضع اثنان. ومن ثم أقصر مسار ما عدا كربونات العبور أو الجسر، هناك فقط كربون واحد في أقصر مسار، إذا نضع هذا هنا. ولدينا ثمان كربونات كلية، إذا هو أوكتان. إذا الاسم النهائي أيوباك لهذا الجزيء هو 6.8 داي مثل باي سايكلو 3.2.1 أوكتان.